السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين الشباب؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غنحاولو نتعرفو على واحد الدرس مهم اللي هو كيفاش نخدمو بجوبيتر نوت بوك مثلا في الماشين ليرنينغ ولا الديب ليرنينغ ولا كيفاش نقلبوا على لي كود اللي ممكن يعاونونا او ممكن نديروا عليهم التعديل او ممكن نخدموا بهم او شيء من القبيل. من بين المواقع يعني اللي هي جد رائعة واللي مزيانة واللي كتفيد جميع الناس كاين جيت هاب. هاد الجيت هاب هذا هو فيه اوبن سورس الجيت هاب. هاد الجيت هاب هذا ممكن تفتح فيه حساب ديالك اي حاجة درتيها تخدمها تحطها فيه اللي هو كالتالي. هاتو ممكن تشوفو المهم غادي تصيب فيه حساب واي بروجي درتيه ممكن تحطيه هنايا تفيد بيه راسك وتفيد بيه الناس كاملين. بالنسبة كيفاش نخدم في جوبيتر نوت بوك، اول حاجة خاصك تانستالي تحط جوبيتر نوت بوك في البيسي ديالك باش يخدم ليك. وكنت ديجا شرحت كيفاش كان انستاليو وكيفاش كنحطوه في البيسي ديالي. الى بغينا دابا ندخلو للجوبيتر نوت بوك نجيو هنايا، سوا دخل من هاد الكوموند برومبت سوا دخل من ويندوز باور شيل. هاهي نجي لويندوز باور شيل هنايا. المهم هنا نحاولو نعرفو كيفاش غندخلو بعدا لجوبيتر نوت بوك وكيفاش غادي نحاولو نصايبو البروجي ديالنا وكيفاش مثلا غادي ندخلو للجيت هوك ونتيليشارجيو شي بروجي ونحاولو نخدمو عليه وكيفاش نعدلو عليه وكيفاش نستعملو لي بيبليوتيك ولي زالغوريتم لو اوتيليزي مثلا في الماشين ليرنينغ. واش فهمتي؟ واش لابرونتيساج يعني بليزيور شوز كاينين هنايا. بالنسبة للكوموند اللي غادي ندخلو بها هي هادي، انا غادي نحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هي هادي نجي لهنايا للباور شيل كيف ما قلت انا سندخل من الباور شيل كونترول في كيف ما كتلاحظو غادي يدخل بابل في جوجل كروم جراتويت ما تخلصت شي حاجه. كي اللي كيمشي تيليشارجي سميتها اناكوندا وفيها هي فيها الناس يدخل لا باس يعني ماشي مشكل. والمهم كل واحد وكيرتاح في الطريقه اللي كتعجبو واللي مزيان. كي اللي تيخدم في فيجوال ستوديو كل واحد وفين تيخدم. نديرو كليك ها كيف ما كتشوف هذا هو جوبيتر نوت بوك. انا لا بغيتي تابلودي شي حاجه شي دوسي ولا شي حاجه انا لا بغيت كري شي حاجه جديده فهمتي كيف ما كتشوف. نحاول نعاود نرجعو لسميتو. هذا هو داكشي اللي عندنا هنايا الكونتاكت الديسكتوب. دابا مثلا الا كانت عندي انا شي حاجه شي دوسي كان عندي شي بروجي ديالي وحاطه في البيرو ديالي كنجي مثلا تندير ديسكتوب سندخل وسنقلب عليه هنا. المهم ما علينا نرجعو هنا كيف ما شفتو هذا هنا كيفاش دخلنا. انا ديجا داخل وديجا مصيب انستالي هادشي وحاطو هنايا هاد الجي بي دي هذا تندخلو هاد مثلا في الماشين ليرنينغ نديرو واحد الحاجة كيف ما قلت لكم. بالنسبه لو سيت اللي مزيان واللي تينفع هو قلت لكم الجيت هاب. ندير مثلا ديتكسيون
des intrusions GitHub. Alors, on va mettre là. غادي يطلعوا لينا لي بروجي بارمي لي بروجي كاين لا بروميير بروجي لا دوزيام بروجي لا تروزيام بروجي يعني هنا لا انتليجون ديتكسيون سيستم يوزين ماشين ليرنينغ ميثود نحاولوا نشوفوا حنا هادو كاملين هنا لا ديتكسيون ديتكسيون ديب ليرنينغ نشوفوا الانواع ديال لي زابرانتيساج لابرانتيساج اوتوماتيك لابرانتيساج سوبرفيزي نون سوبرفيزي المهم حنا نشوفوا هادشي كامل ونوريكم حتى البروجي ديالي كيفاش داير وكيفاش كنخدم بيه حاولوا نشوفوا هادو كاملين هاد لي بروجي بسم الله على بركة الله كيف ما كتشوفوا في حالة غادي نجربها غير على هذا ونحاول تقراو هادشي كامل هنايا في حالة بغيتو تيليشارجيو هاد الكود هذا كتجيو هنايا كود دير داونلود زيد كيف ما كتلاحظو ها هو كيتيليشارجي بالنسبة لهاد الريدمي هادي راها نيسيسير تشوفو انا كنفضل انك اول حاجة تشوفها كتشوف هاد الريدمي هاد الريدمي هادي شنو تصعبك كتعطيك هذا البرنامج او هذا اللوجيسيال اللي مصايب ولا هذا الكود اللي محطوط هنا كتعطيك واحد الريزومي واحد الخلاصه عامه ليه نحاولوا نفتحوها ونشوف كتقول لك شنو هما لي لوجيسيال اللي خدامين بيه شنو هو هذه الاباوت يعني على هذا الشيء اللي كاين هنايا هادشي في السايبر سيكوريتي هادشي في الريزو الامن السيبراني هنايا بعد الانتليجون دي ديتيكسيون سيستيم يعني كت بحال شويه نقول لك بحال كتقول الكشف عن التسلل الكشف عن هادوك لي زاتاك بالنسبه للونغاج يعني باش كنهضروا على الماشين ليرنينغ تنهضر على بايثون لونغاج لو يوتيليزي هي بايثون ها هي كتشوف هنايا 90.4% بايثون روف 9.6% كيف ما كتشوفو هنايا الديب نورال نيتورك المهم هادشي كامل انا كنفضل تشوفوه حيتاش مزيان شفنا هذا نحاول نعاود نرجع نشوفو الكود نحاول نقلبو الكود ونشوفو كيفاش داير هذا بالنسبة للأول ونوريكم اش غادي نوريكم ونشرح لكم في سميتو نقلو هنايا ها الكود غادي تيليشارجا ونشوفو evaluation shallow and deep neural network for network intrusion detection system and cyber security يعني هذا بحال بغيت تقول هذا هو الرابور هذا هو الرابور ديال هاد البروجي بالنسبة لهاد دينيال اوف سيرفيس اتاك وهاد يوزر تو روت اتاك وريموت تو لوكال اتاك وبروبين اتاك هما هادو هما لي كلاس داتاك هادو هما لي كلاس داتاك بحال كاين لي لي زاتاك لي كلاس داتاك الكبار وكاين لي سو زاتاك فهمتي مثلا دينيال اوف سيرفيس هذا هي الكلاس داتاك بحال ما تقول واحد القائمه وفي تحت منها كاينين بزاف ديال لي سو زاتاك بحال ما تقول الجد
كي الابن الاولاد واولاد الاولاد وغادا بحال هكا. كيف ما كتشوفوا هذا هو الوراقور ديالو. نحاول نشوفو معايا الكود وما قرعتنا غير الوراقور. كيف ما كتشوفو ها هو هنايا. هذا هو الكود. غادي نحاولو تعرفوا على واحد القليل ماشي غنعاودو نقولو غير لي بيبليوتيك لي فونكسيون لي زالغوريتم يعني اللي كاينين. هذا هو الكود ديال الاول وغنوريكم حتى انا البروجي ديالي كيفاش خدمت. انا خدمت انا على هادشي خدمت على دابا نوري ليكم. دابا نوري يعني اول حاجة باش ملي كتبغي تخدم في هاد سميتو هادو هما لي بيبليوتيك كتامبورتي لي بيبليوتيك. بحال مثلا هاد لا بيبليوتيك نام باي خاصه بالارقام بالاناليز. هاد لا بيبليوتيك بانداس سايا سايكيت لورن هاد سايكيت لورن هي اللي خاصه بالتعلم. هي اللي كتعلم لينا ديك الاله هذيك الماشين. واش فهمت؟ بالنسبه لماي فاي غوسيان ماي فايس راندوم فورست ديسيزيون تري اس في ام سي فور فيكتور ماشين هادو سو سون دي زالغوريثم. هادو هما لي زالغوريثم اللي تنديرو بيناتهم واحد لا كومباريزون. هما اللي تنقارنو بيناتهم ونشوفو لالغوريثم اللي كي يدير لينا كيعطينا احسن خدمه كيعطينا احسن اداء. فهمتي؟ كيعطينا احسن اداء واحسن دقه واحسن خدمه لا بالنسبه للوقت ولا بالنسبه لشنو تاني الدقة والوقت. وما كاينش اخطاء ما كاينش دي زيرور ما كاينش. كيف ما كتشوفوا هذه هنايا تيست وكنديروا ترين وكنديروا تيست. كيفاش ترين وتيست؟ اول حاجه تنشدوا واحد من بين الداتا سيت اللي غنهضروا عليها اللي ممكن كتليشارجيها مثلا لو بغيتي دير واحد لو تيست ديال لي زاتاك مثلا. واحد الناس قدروا مثلا دخلوا لواحد لو سيت ويب كاين اللي مثلا باغي يدير واحد لي زي واحد ليفينمون نورمال وكاين اللي باغي يدير واحد ليفينمون انورمال. كيسكو سافو دير يعني كاين اللي مثلا باغي يدخل يشوف غير الكونت ديالو كاين اللي باغي يدخل يتفرج كاين اللي باغي يدخل يدير شي حاجه ولكن كاين اللي باغي يدخل يجيش يسال الناس كاين اللي باغي يدخل يشوف الكونت ديال واحد لو بيرسون اخر. كله انا مثلت لكم بحال هكا. هادوك لي زيفينمون كيتكلاساو واش ايفينمون نورمال ولا ايفينمون انورمال. حنا كناخذ واحد الداتا سيت وكنعطيوها لا ماشين ديالنا تتعلمها داك لو سيستيم ديالنا ولا داك اللوجيسيال ديالنا اللي باغي نصايبو ولا ديك لابليكاسيون ديالنا اللي باغي نصايبو تنعلموها. كيسكو سو دي تنعلموها تنعطيوها كنقول ليها هانت راه هادي راه شي حاجه مزيانه وهادي راه شي حاجه خايبه. هي تتعلم لينا تتاخذ واحد لو طون تتاخذ مثلا 20 دقيقه ولا 10 دقائق ولا 5 دقائق يعني على حساب لو بروغرام اللي صيبتي انت. واش فهمتي؟ يعني على حساب كتعلمها كتسمى هاد الترين. ها هي ملي تنعلمو الآلة ديالنا تنحسو بها راه تعلمت ولا تعطينا واحد الأداء مزيان تنعاودو نشدو هاديك الداتا سيت ديالنا مثلا نقل كتسمى نعطيها جوج سميات الداتا سيت ولا لا باز دو دوني اللي تنخدمو بها وتنقسموها لجوج حوايج البلاصه ديال ترين والبلاصه ديال تيست. يعني القسم اللي غادي نعلمو به لا ماشين ديالنا والقسم اللي غادي نديستيو به غنديرو به واحد تيست. ترين يعني كنعطيو فيه شي حاجه كنقولو فيه داكشي لي شو نورمال انورمال وعاش كنديرو ثاني على تيست. تيست كنعطيو داكشي مخلط بالنسبه للترين. فالترين اشنو تنعطيو؟ تنعطيو داكشي ديال لي كلاس داتاك مثلا دينيال اوف سيرفيس هادوك الربعه اللي سبقت وقلت هنايا اللي هما هادو هادو جا خرجوا
هادو هادو انا عاود ندخل ونعاود نشرح لك هادو. هاد لي كلاس داتاك هاد لي 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 يعني كل واحد وكيفاش كيخدم هاد لاطاك هذا. كاين كل واحد وكيفاش كيخدم. كاين اللي كيمشي غير لي بوان فيبل، كاين اللي كيدير واحد السكان، كاين اللي كيحاول يلقى شي ثغرة مثلا من يدخل من شي بي سي ديال شي واحد، فهمتي، من الايميل، من المود باس، بليزيور شوز، واش فهمتي. هادو كيف ما قلنا التشين او التيست. التيست كنعطيو شي حاجه مخلطه، يعني بالضروري لا باز دو دوني تكون مقسمه جهه البلاصه ديال التشين والتيست. كان يس كما كتشوفوا كنعطيو دو بوان، هاد اكس تشين و اكس تيست. مهم راه تيليشارجي بليزيور بزاف ديال ابستراكت انتريجن ديتكشن سيستم اي دي اس هاز بيكوم اسينشال لاير. وين ما هنا هادو راه شوف تبارك الله، راه هاد لي سيت هذا راه في هذا داتا سيت كيما كنت ديجا قلت لكم. هاد داتا سيت هادو هما اش غادي نقول لك، هادو هما لي كاركتيريستيك. على بغيت تقول لي كاركتيريستيك ديال لا باز دو دوني اللي داخله بي. يعني مثلا كتقول باش مكونيكتي سميتو باش مكونيكتين بزاف ديال الحوايج، الهوت، الارجن، اللام، كيتسماو لي ديوريشن. بالنسبة مثلا هنايا ها هما عاطين هنايا كيف ما قلت لكم داك الشيء شحال ان ايفينمون نورمال ان ايفينمون انورمال، يعني شي حاجة اللي عادية، شي حاجة اللي دارت عادية، شي حاجة اللي دارت ماشي عادية. ها هي 53.4%، 46.6%، ها هما هنايا دايرين دي ستاتيستيك كيما كتشوفوا. نشوفو الريدمي اللي كنفضل ديما ندخل نشوفها باش نعرف لي زالغوريتم اللي مستعملين واي حاجة. كيف ما كتشوفو دابا نحاول نعاود دابا نجي ندخل المهم بنقوش نديطايو هادي وندخل نشرح لكم يعني داكشي ديالي انا اللي صيبت انايا واستعملته في جي بي تي. اول حاجة نجيب ديسكتوب هو اي دي اس ماشين ليرنينغ Étude de la performance des algorithmes de machine learning. On va ouvrir ça la régime idéal. Ok.
بالنسبة للارجيمي، بالنسبة للارجيمي راه نيسيسير ديروها باش أي واحد كيقرا كيقرا تيقرا لابليكاسيون ديالكم، ملي تيقرا لابليكاسيون ديالكم كيفهم وكيعرف على لو سوجي اللي نتوما خدامين عليه واشنا هما لي زوتي اللي خدمتو بيهم. فهمت؟ بالنسبة لأشنو يعني العنوان ديال السوجي ديالي أنايا هو إتود دو لا بيرفورمانس دي زالغوريثم دو ماشين ليرنينغ على ديتيكسيون دي زانتريزيون إتود كومباراتيف. شنا هو لي دي إس؟ شنو سيرفي أن ريزو أو دو سيستيم بور ديتيكتي توت أكتيفيتي مالفايون إي بروتيجي أن ريزو إنفورماتيك كونتر توت أكسي نون أوتوريزي ليتيليزاتور كومبري بوتيتر دي زينسيتي. Le motif de cette étude est proposer un modèle prédictif, c'est-à-dire la prédiction, c'est-à-dire un classifier capable de distinguer entre les mauvaises connexions, intrusion, attaque. Connexion normale, après avoir appliqué une extraction d'identité sur le jeu de données KDD cube. KDD, il y a la base de données. شنو كتسمى KDD كيب 1999 بار داربا، هي داتا سيت هذا هنايا منين مطيليشارجينها. فهمتي لو سيت ويب اللي نتاع اللي نتاع اللي منين تيليشاريت الداتا سيت باش خدمت هنايا لي زاتاك كلاس كيف ما قلت لكم دينيال اوف سيرفيس هو واحد لاتاك دون لاكيل ان ادفيرسير ديريجي un délégué de les demandes de trafic vers un système afin de rendre la ressource informatique en mémoire également occupée au trop plein pour traiter les demandes légitimes et dans les processus refus l'utilisateur légitime accès à une machine. Probing attack, sans réseau d'ordinateur pour recueillir des informations à être utilisé pour compromettre ses contrôles et sécurité. User to root attack, une classe d'exploit dans laquelle l'adversaire commence avec un accès à un compte utilisateur normal sur le système. Retourne l'histoire en fuyant et les mots de passe, il y a qui s'amène avec le mot de passe, une attaque pour dictionnaire ou ingénieur social. Il y a une attaque pour dictionnaire ou ingénieur social. Il y a une attaque pour ou la question une vulnérabilité des points faibles est capable d'exploiter une certaine vulnérabilité pour obtenir un accès route au système. Il y a le système, il y a l'accès au système, il y a le système, les photos, les comptes. Remote local attack se produit lorsque un attaquant qui a la capacité d'envoyer, هذا ريموت تو لوكال اتاك، يعني كيكون عندنا واحد هذاك لاتاك لاتاكون كيكون عنده لا كاباسيتي انه يسيفر لينا لي بليزيور باكيت باش يشلل النظام باش يحبس ويشلو ويعاش يستعمل دوك لي بوان فابل باش يدخل ويستغل داكشي. Ah, on voit que ce produit lorsqu'un attaquant qui a la capacité d'envoyer des paquets à une machine sur un réseau mais qui n'a pas de compte sur cette machine exploite une certaine vulnérabilité pour obtenir un accès local en tant qu'utilisateur de cette machine. Pour les modèles, les SAMLs, j'ai utilisé 4 modèles. Sont formés et testés. La performance de tous les algorithmes est examinée en fonction sur la précision et le temps de calcul. Yani, علاش مركزين, علاش مكاركتيريزين هاد لي موديل هادو على la précision, le temps, le temps de formation, le temps de test, yani le temps de formation, الوقت اللي خدات باش تعلمت, الوقت اللي خدات, le temps de test, الوقت اللي خدات باش تستينا, le score de train. Le score de test, la précision de la formation, la précision de test. Pour l'algorithme, j'ai utilisé les algorithmes suivants. Naive Bayes, Gaussian Naive Bayes, l'algorithme Decision Tree, Random Forest, SVM. Yani, كل واحد وكيفاش كيخدم. كل واحد l'algorithme, ce sont des algorithmes basés mathématiques.
par exemple naïve voyez sera mathématique naïve voyez sera quelque chose la probabilité quelque chose la statistique et là le lien les ressources les références yani les certaines soit sur YouTube soit sur des sites web yani, بالنسبة لي فيديو اللي استعملت من يوتيوب يعني الأغلبية مثلا كنستعمل دي فيديو ديال هنود أمريكانيين يعني هاد الماشين ليرنينغ والديب ليرنينغ وهادشي راه شوية يعني الناس اللي ماشي نقولك مجهدين فيه ولا بهذا الأسلوب هذا ولا بهذا النطق هذا وإنما الناس اللي مهتمين بيه واللي تيخدموا بيه بزاف هما الناس الأمريكان والهند شوية فرنسا دابا نعاودو دابا نجي ندخل هنايا بسم البروجي ديالي ونحاول نشرح لكم البروجي ديالي كيف ما قلنا لي بيبليوتيك هما لي بلوز هما أول حاجة كتأمبورتي وكتخدم بيها لا بيبليوتيك هادي فروم سايكل ليرنينغ يعني باش كنعلم ترين وتيست باندا هنايا باندا ودير انا شرح يعني لاي واحد بغى يقرا ويقرا البروجي ديالي وحاول يحاول يفهم باندا اتون ليبرير بايثون كي بيرمي دو مانيبيلي فاسيلمون دي دوني اي اناليزي نامباي هي اون اوتيليز لا بيبليوتيك نامباي بور ايفيكتيي دي كالكول نيميريك افيك بايثون مات بروتلايب هي واحد لا بيبليوتيك واحد لانجاج دو بروغراماسيون Python destiné à tracer et visualiser des données sous forme de Matplotlib, ça nous les graphes Cyborg OS OZ. On utilise la bibliothèque OZ pour afficher toutes les choses qui se trouvent dans un fichier ou document. La bibliothèque Time, la classe, la couche, on utilise la bibliothèque Time pour connaître le temps possible pour faire une opération ou bien un traitement. بالنسبة هنايا يعني لي فيرسيون بايثون 3.9.5 بانداس 1.2.4 نامباي 1.19.15 سايبر 0.12.1 كيف ما كتشوفو هنايا أربعين في المية بانداس يعني على حسب نقدر نقول لك واحد التقدير او لا اكزاكت او لا واحد التقدير على حساب لي بيبليوتيك كل بيبليوتيك شحال مستعمله يعني وشنو هي البيبليوتيك اللي نيسيسير الاكثر مثلا هي بانداس وغادي نحن جايين بالترتيب ديك كيف ما كتشوفوا ها هي باندا 40% سايكيت ليرن 10% او اس 7% نمباي تايمز سايبر ماس بروتلاين هاد لو شوما هادا ويد اوبن يعني باش كنمشي بحال امبورتي نعيط على داتا سيت ديالي برانش اوف ريد كتقرا طبع افي قالك لا فونكسيون ريد افيش لا توتاليتي دو كونتينو دو فيشي اون لو ريغروبمون دون زين شين هادو هما لي ديوريشن هما لي كاركتيريستيك ديال لا باز دوني كيف ما كتشوفوا بالنسبه لها كنت ديجا قلت لكم واحد اللعيبه قلت لكم انهم كاينين لي كلاس داتاك وكاينين لي سو داتاك بحال ما كنا قلنا لا كلاس دينيال اوف سيرفيس يوزر تو روت ريموت تو لوكال بروبين بار اكزومبل لاتاك باك كينتمي لا كلاس دوك بوفر اوفر فلو يوزر تو ريموت اف تي بي رايت ريموت تو لوكال بار اكزومبل اب سويب بروب لاند دوس ملتي هوب ريموت تو لوكال نبتون دوس فهمتوا
يعني كتلقى لي كلاس داتاك ولي سو كلاس داتاك، يعني كاينين لي كلاس داتاك الكبار وعاش لي كلاس داتاك الصغار اللي كينتميو ليهم. لي زاتاك يعني لي تيب، واش شي حاجة نورمال باغ اكزومبل، نورمال نورمال باكتوس دوفر فلور هادو اللي شرحت دابا، بيرل بي اش اف بود دوس بارت سويب بروبين روت كيت ساتان بروب سميرف دوس، كل واحد كيفاش الطريقة ديالو كيفاش كيخدم حتى هو. هنايا لا ليكتور دو داتا سيت، يعني تنقراو داتا سيت ديالنا ولا لا باز دو دوني كيف ما قلنا، لو ديريشن لي بروتوكول تيب، بروتوكول اللي مستعمل تي سي بي ولا يو دي بي ولا اتش تي تي بي ولا المهم سيرفيس اتش تي تي بي، لي فلاج لي سيرفيس بايت لاند وور فراجمنت بار اكزومبل. مثلا يقدر يكون مثلا في لاباز دو دوني ديال مثلا يكون فيها مليون اتاك ولا شي حاجه بحال هكا، مثلا سميرف شحال كاينه 288790، نيبتون 107201، نورمال باك ساتان ايب سويب بورت سويب كما كتشوفو، البود نام. مثلا هنايا شنو هو لا كلاس داتا يعني اللي مهيم اللي مهيم لي بلو دومينون في هاد لو بروجي هذا، هي دينيال اوف سيرفيس دوس 391458، شحال كاين شي حاجة عادية نورمال 97278، بروب 4107، ريموت تو لوكال 1126، يوزر تو ريموت 250، لأن هذا لو نيم ديال لي تاك و تيب و ديب تايب ديالهم، يعني لو تيب ديالهم انت 64 انتيغر انتيغر ولا كيف ما جاتها هما، درت ليهم اون واحد لو جراف قلت لهم هنايا دائرة نورمال مثلا 30% بروب، يعني دي 70 ستاتيك، يعني على حساب داكشي اللي عندك واخا ما يكونش داكشي اكزاكت، المهم تقريبية. هنايا لي تيب ديال لي كاركتيريستيك، لي تيب دو شاك كولون، واش انت ولا فلاوت ولا اوبجيكت ولا ديوريشن انت اوبجيكت انت 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 كيف ما كتشوفو. Là, la pré-traitement des données, les sujets que nous gérons les données, la distribution des caractéristiques catégoriques, comme je le disais, les protocoles les plus utilisés, qu'il y ait UDP, qu'il TCP ou qu'il ICMP. On remarque que le ICMP est le plus présent dans les données utilisées, puis TCP est pris de. C'est un paquet de type UDP à l'attaque DOS premium. نتمنى يعجبكم الشرح. ها هما بالنسبه لدوك لي سوب زاتاك، سميرف نيبسون نورمال باك، يعني كنا ديجا شفنا كل واحد، مثلا سميرف راه بقينا شي 398000 ولا شي حاجه، يلاه شفناها دابا بالترتيب. تيب داتاك لي تيب داتاك ريغروبي بار اتاك سي كون نو زالون بريفير، على حسب التوقعات ديالنا pour la corrélation et le montant. Ici on utilise la corrélation pour faire des comparaisons entre les champs. Yani باش كنديروا واحد كنقارنوا ما بين le champ 1 ou le champ 2. Ici on utilise la corrélation pour faire des comparaisons entre les champs de la base de données pour faciliter l'analyse et le traitement avec un peu de temps et de résultats corrects en même temps. Donc grâce à cette fonction permet de éviter ou débarrasser tous les champs qui portent le même fonctionnement. يعني كيدير لنا نفس الخدمه نفس الاداء كما كتشوفوا. لي فلاج هنايا كتجي من ماكس سكيلر، هنا غتجي ديفيزي، غادي نديفيزيو غنقسمو لي دوني ديالنا لا باز دو دوني ولا لو داتا سيت ديالنا، غناخدو دو بوان
اكسترين اكس تيست اغريك ترين اغريك تيست. خذينا في الاف ترين خذينا 330494 32 شوفوا from scikit-learn.svm c'est pour vector machine le modèle c'est pour vector machine qui m'a dit comme j'ai utilisé 4 modules svm c'est pour vector machine decision tree random forest on gaussien naïve bias كل واحد شحال خدا لو طون دو فورماسيون 360 على جوج من الثانية بالنسبة ل اس في ام المهم بالنسبة اللي غيخدم ب اس في ام اس في ام تتاخد لو طون كتاخد الوقت بزاف يعني دائما كنشوفوا لو طون دو فورماسيون ولو طون دو تيست شحال خدات في الوقت باش تعلم لينا لا ماشين ديالنا الاله ديالنا وشحال خدات في الوقت باش دير لينا داك التيست ولو سكور بحال بغيت تقول 99 باغ اكزومبل في لو سكور دو ترين مثلا هنايا 0 فاصله هي 99.86% ديسيزيون تري كتشوفوا le temps de formation 1,50 et start time time point time et direct test prédiction et la prédiction ça va pas ça va t'acheter une idée de l'ouvre ça va t'acheter une idée de test يعني النسبة ديال الدقة اللي غتعطينا واش داكشي صحيح 100% ما غنقولوش 100% وانما 81% ولا 90% كتعطينا داكشي اكزاكت random forest المهم كيما كتشوفو هنايا اس في ام random forest naive bayes decision tree c'est pour vector machine random forest gaussian naive bayes decision tree كنلاحظ هنا ان random forest هي لو بلو طونو يعني هي اللي جابت لينا احسن performance يعني احسن اداء لا في الوقت ولا في الدقة ولا في temps de formation le temps de formation vers le graphe le temps de formation le temps de test SVM random forest naïve et voilà c'est la première quand je vais vous montrer comme vidéo ou qui vous montrer comme charh ربما يقدر يجيكم سطحي او يعني كيحتاج هادشي واحد شوية ديال الوقت و هادشي تيخدم ب لونجاج بايثون هادشي راه بايثون و كنصحكم تخدمو بهاد جوبيتر لأنه مزيان في الخدمة ديالو يعني ولا بغيتو نديرو شي فيديو يعني اللي نحاولو نشرحو فيه نحاول نشرحو فيه يعني ايطاب با ايطاب كيفاش اول حاجة مثلا نمشيو نديريشارجيو واحد لو كود ونحاول نديرو ليه التعديل اولا نبداو واحد لو كود ازيرو يعني ونحاولو نصيبو واحد لابليكاسيون يعني ازيرو كيفاش نستعملو شنو هما لي كود لي بيبليوتيك اللي غادي نستعملو مرحبا على الراس والعين كنتمنى يكون جاكم الشرح مزيان واللي ما مشتركش في لاشين ديالنا كنتمنى يشترك في لاشين ديالنا باش يوصلوا الدروس باش يوصلوا الجديد دائما واللي ما فهم شي حاجة يخلي لينا كومونتير الا قدرنا نجاوبو في البلاصة غادي نجاوبو ما قدرناش غنحاولو نقلبو على المعلومة ونجيبوها نوصلوها ليه
اساس فيديو او في الجواب تما او في الخاص او فين ما بغيتو، وانا ماذا بيا نجاوب الناس كاملين كلشي يبغي يسال. Sniffing traffic, anormally based network in choosing decision system with R, language R, language R, and not by any number of things, Python, shell, control of, control measure, prediction model, normal state, thus, pop, Prop user to root, remote to local. Notify attack, make decision, take opportunity, continue. كيف ما كتشوفوا كاين الحمد لله كاين بزاف ديال لي بروجي، خاص بنادم يقلب شويه ويعرف كيفاش يخدم، وان شاء الله راه حتى شي حاجه وراه موجود ديال لي ريسورس بار انترنيت في يوتيوب، فين ما مشيتي تلقى فين ما مشيتي تلقى الحمد لله، يعني لو بروجي ديالك اللي حليتي عليها فمك تلقاها. هنايا لا ريزيمي قلت لكم راها راه نيسيسير، غادي نحاول هاد البروجي ديالي هذا نحاول نحطو لانه راه مديطاي شويه مزيان، راه عندي طي مزيان ولي ريسورس معرف اي حاجه لي ديفينيسيون لي لو داتا سيت ولا لا باز دو دوني لا باكلا لي زاتا كلاس لي موديل لي بستعمل لي الغوريثم لي الغوريثم لي ريسورس لي ريفيرونس لي استعمل سواء بار لي سيت ويب سواء بار يوتيوب، يعني اي حاجه. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قلت لكم ديما هاد الريدمي ولا بلونجلي ولا اسم ولا ريزيمي ولا كيما كانت ديما شوفوها راها نيسيسير. كما كتشوفو هاهما لي بلاص داتاك هنايا البريديكسيون تشولين الموديل، كاين تشوين الموديل وكاين تيست موديل، هادي هنا تشوين الموديل داتا سيت هي لا باز دو دوني كيما كتشوفو. كيما كتشوفو الاخوان لي موديل يعني علاش حيت دابا في الريدمي علاش مزيان خاصكم تشوفوا، لانكم كتقدروا تلقاو فيه لي زوتي باش غتخدموا، شنو هو هاد البروجي العنوان ديالو لي زوتي باش خدام، الا كاين شي حاجه خاصها تانستالا كتلقاوها فيه خاصكم تانستاليوها قبل. كتقولوا علاش كتجي كتلقى مثلا كتقول هادشي ما بغاش يخدم ليا، هادشي هذا ما عرفتش كي داير ليها، فين زرب عليا هنا كذا كذا، خاصك تقرا الريدمي ديال واحد الحاجه كتلقى الخلاصه ديالها لا ريزومي ديال هذاك لابليكاسيون.
كاملة، يعني كيفاش الخدمة فيها، كيفاش الطريقة تبغى تخدم، شنو غتنصطالي، شنو خاصك توجد، شنو خاصك فهمتي، شنو خاصك تحيد، شنو خاصك تنقص، واش فهمتي. مثلا يقدر هذا اللوجيسيال هذا ما يكونش، يعني البي سي ديالك ما غاديش يخدم لك فيه، بليزيور شوز. دابا نجي نوريكم بالنسبة لو رابور ديالي، لو رابور ديال البروجي ديالي، ديال هذا البروجي هذا، هذا البروجي هذا اللي وريتكم. Réalisé par chaque analyste, spécialité informatique basée sur le suivi de projet, suivi de la performance des algorithmes de machine learning à la détection des intrusions utiles comparatives devant le jury. Audi Lani Shabana Rajim, Karo Subhana Kala il Melana il Lama il Lamtaya, il Naka Atala il Hakim, c'est le Kwan Rahim. Nous remercions. Pour le dédicace, avec tout respect et amour, je dédie ce modeste travail à mes chers parents, à mes chers grands-parents, à mes chers frères, à mon cher oncle, pour tout leur soutien moral et leur amour et affectation, à toutes mes amies, à tous les professeurs et collègues de l'étude, à tous qui ont contribué directement ou indirectement à la réalisation de ce projet. Le meilleur, le tableau de matière, le verbe. Approuvé sur le site de Trump. Le vol. Le site de l'Union. Le site de l'Union. Le Karim Abdelmadi. Le professeur de Michelin. Le projet. C'est un bon professeur. Les systèmes contribuant à la sécurité de réseau informatique, les introductions sur les IDS, les architectures de gestion des intrusions, les classifications des systèmes d'intrusion, la détection des intrusions basées sur le réseau. Ce sont des définitions. Et le chapitre n'est pas comme ça. Il faut rien aller le chapitre d'implémentation machine learning pour la détection des intrusions. Je vois le chapitre 2. La chapitre de la détection basée sur le machine learning. Allez, je vais lire, je vais dire que les NFNF qui n'ont pas là. L'introduction, c'est quoi l'apprentissage automatique ou autrement dit l'apprentissage par machine, en anglais machine learning, et a connu un développement important des technologies liées à Internet telles que les moteurs de recherche, les systèmes de recommandation, les anti-spam, les système de détection d'intrusion utilisant maintenant systématiquement l'apprentissage automatique dans le domaine de la bioinformatique et de la biologie informatique dans les applications de traitement de langage naturel, par exemple la traduction automatique. Nous voyons un déplacement plus rapide du système expert programmé aux méthodes qui apprennent automatiquement à partir d'un très grand corpus d'exemples de texte dans le robotique, le diagnostic médical, les reconnaissances de parole et l'image, la biométrie, les finances, parfois sur la reconnaissance de modèles de nom, parfois des musées et de data mining, sur des nombreux mondes, se voyant de plus en plus d'applications de méthodes d'apprentissage automatique dans nos zones. Détaillant dans ce chapitre. Et voilà le cycle de vie d'une implémentation d'un modèle d'apprentissage automatique. C'est quoi? Ce sont les étapes: l'obtention de données de pré-traitement, la réalisation de modèles, la phase d'apprentissage, la phase de validation et la phase d'exécution sur la phase de test, la phase de l'obtention de données de pré-traitement. Et ce sont des définitions. Les techniques utilisées par l'apprentissage. On a deux apprentissages. L'apprentissage automatique utilise deux types de techniques. L'apprentissage supervisé qui forme un modèle sur les données d'entrée et de sortie qu'on a afin de pouvoir prédire les résultats. Puis sur l'apprentissage non supervisé qui trouve des modèles cachés ou des structures intrinsèques dans les données d'entrée. Pour l'apprentissage non supervisé, regroupe et interprète les données en fonction des données d'entrée uniquement. Quand on va voir les données d'entrée uniquement, ça me fait clustering. Pour l'apprentissage automatique machine learning supervisé, on a l'entrée ou sortie. Quand on veut le dire, on y est.
Fait la classification et la régression. La classification, mais n'est que classer quelque chose. Par exemple, si on donne qu'on a fait un corba, fait un chihage, fait خضار فواكه ولا فيها شي حاجة هكا لا كلاسيفيكاسيون لا دون لابرونتيساج سوبرفيزي اون تروف لا كلاسيفيكاسيون لا ريغريسيون دون لا كلاسيفيكاسيون كتكلاسيفي لينا لي شوز بنانا بنانا ليمونة ليمونة تفاحة تفاحة لي تكنيك دابرونتيساج وهاد لي لابرونتيساج هاد لا كلاسيفيكاسيون راها عندها دي كاركتيريستيك باغ اكزومبل لو كولور لا باي القطر اي حاجه بليزيور شوز هادشي تتحطهم لا ماشين وتهي لا ماشين تتخدم هاك لي تكنيك دابرونتيساج لي تكنيك دو كلاسيفيكاسيون هنايا فوالا لي زالغوريتم لو بلو اوتيليزي دون لابرونتيساج سوبرفيزي اون فورني ان الغوريتم دابرونتيساج ان انسومبل دو دوني كومبليمون اتيكيتي L'algorithme utilisé les échantillons étiquetés pour la formation afin de créer un modèle, ensuite le modèle d'apprentissage automatique qualifié des données. Les méthodes les plus populaires dans l'apprentissage automatique supervisé comprenant le réseau de neurones artificiels à la machine à vecteur SVM, c'est pour vecteur machine, les arbres de décision, les réseaux bayésiens, gaussiens, naïfs, bayis, les cas. Les cahiers plus proches, voisins, cahiers plus proches, la régression linéaire. Dans la régression, on trouve linéaire et évolution, SVM, ensemble mettant décision prix, neural network. Dans la classification, support vecteur machine, SVM, décision analysée, naïve, NERST, naïve, voisin, NERST, naïve. Voilà une graphe sur la. La régression logistique s'adapte à un modèle qui peut prédire la probabilité d'une réponse binaire. Voilà. Forêt. Random forest, forêt d'arbres décisionnaires. Voilà le travail des random forest. Comment ça marche? Le naïf bias. C'est-à-dire, le naïf bias, c'est l'alim bias. في الماتيماتيك في البروبابيليتي في الستاتيستيك كنلقاو بزاف نايف بايس وهاد لي زالغوريتم اللي كاينين راهم بازين على الماتيماتيك لي تكنيك لابرونتيساج نون سوبرفيزي لابرونتيساج نون سوبرفيزي تخوف دي موتيف كاشي او دي ستركتيور انستريسيك Dans les données, il est utilisé pour trier des conclusions à partir de jeux de données consistant en données d'entrée sans réponse marquée. Je vais servir la clustering. Qu'est-ce que c'est la clustering? La hard clustering, le soft clustering. K-Main, Self-Organization, Map, Rachel clustering, Gaussian mixture, Fuzzy, Simon, Hidden, Markov model. Voilà. Elle est basée des formules mathématiques. Camille, l'algorithme Camille divise un ensemble de n échantillons. Quel chiffre la statistique, le machine learning, l'intelligence artificielle en général, fait la statistique zéro, fait la maths zéro, l'analyse numérique, la statistique, la probabilité, la prédiction. بزاف ديال الاحتمالات وبزاف ديال التوقعات كيف ما كتشوفوا لي زيمار لي غراف يعني با كومبري يعني باش اي واحد قرا لو رابور يعني يعجبو هنا بالنسبه لو تيست الاكيوريسي لي ميثود دو ماركوف كاشي فوالا فوالا لابرونتيساج اوتوماتيك classification, la régression, la clustering, la détection des intelligents par l'apprentissage automatique, les faux négatifs, les faux positifs. Par exemple, mon qui est classé chez mon qui est pas galate,
ممكن تكلاسا يعني شي حاجة تكون هي نورمال وتكلاسا انورمال، ممكن تكون شي حاجة والعكس صحيح، شي حاجة نورمال وتكلاسا انورمال، شي حاجة انورمال وتكلاسا نورمال، هادشي وارد كيما كتشوفو هنايا بور كالكولي لي فو بوزيتيف و فو نيجاتيف. كيما كتشوفو هادو هما لي فورميل ديالهم، هادو هما لي فورميل و لي ريزولتا لي كنلقاو هنايا. L'implémentation des modèles machine learning pour la détection des intrusions. Ce sont des screens pour la bibliothèque et des outils de travail pour le projet, la version de Python, la bibliothèque scikit-learn machine-IA, la bibliothèque Panda, Pandas, la bibliothèque NumPy, la bibliothèque version Matplotlib pour dessiner les graphes. Une définition sur le dataset ou la base de données que j'ai utilisé. Et voilà. Pour le dataset, dans notre projet, nous avons utilisé les 10% de données d'apprentissage et les données de test. La distribution des enregistrements de chaque échantillon des données, toutes les données d'apprentissage. 4 millions, 20 millions, 8 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 millions, les données de test, 8 millions, l'appareil que d'Arba, il y a 41 propriétés. هذوك لي كاركتيرستيك لي شفنا كنا شفنا قبيله في واحد لو طابلو بالنسبه لي بروتوكول لي سيرفيس كيف ما كتشوفو لي ديريشن كونتينيو لا ديسكريت بور لي بروتوكول تي سي بي اي دي بي سي ام بي لونغور دو كونيكسيون اون سكوند لي سيرفيس ريزو دي ديستيناسيون اتش تي تي بي تيل نت اكسترا statut normal ou erreur. Ce sont pour les propriétés, les caractéristiques. Il y en a 41 propriétés. La description de chaque propriété, par exemple les flags, statut normal ou erreur de la connexion, source byte normal d'octet de données de la source à la destination. ملي بغيتو هاد لو رابور ديالي و بغيتو لو بروجي ديالي مرحبا، اللي بغاه يخلي ليا كومونتير في تحت و غادي نصيفطلو هادشي مرحبا. انا راسو هاي هنايا لي كاتيجوري دي زاتاك، هنا لي كلاس داتاك دوس بروجي. De sélection des attendus. Alors, la comparaison entre le résultat, la phase d'apprentissage, une autre image sur vous, Random Forest, ça doit être simple, c'est là, ça doit être simple, c'est ça, c'est le mieux, et nous voyons Ahsan Ada. يتبعو SVN من وراء ديسيزيون تري ادغوسيان هاي الفايس. بالنسبة ل SVN هو لو بلو دومينون في لو طون، يعني كياخد لو طون ديكزيكسيون بزاف، يعني كيتبعو راندوم فوريست غوسيان هاي الفايس اد ديسيزيون تري ادغوسيان هاي الفايس، يعني هو لاخر، يعني غوسيان هاي الفايس هو لي كياخد ان بو دو طون. Nous remarquons que le modèle Random Forest a donné la meilleure précision et le Gaussian Naive Bayes a donné la précision la plus bas, même il exécutait l'apprentissage dans un temps minime par rapport aux autres modèles. Je me fais sur vous. Et là, il y a la bibliographie, il y a une sur les sites, les SMS, une sur les.
سير لو رابور يعني دزت واحد اللمحة يعني شوريتكم شنو هما يعني لي فاز يعني لي زيباك لي استعملت و داكشي. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو و ما تنساوش اشتراك في القناة و لايك و تبارطاجيو هاد الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. بالنسبة للناس اللي عندهم دي بروجي في الماشين ليرنينغ سواء في لا ليسونس سواء في الماستر, يعني بالنسبة لهنايا في لو رابور ديالي راه عندي بليزيور بالنسبة لي ريفيرونس و لي زيوتي و داكشي راه نشرحهم لا في ريزومي ولا في لو رابور, يعني نديطايي هادشي راه ان بون رابور و ان بون ترافاي افيك ان بون بروفيسور مسيو كريم ابو المهدي لا فاكولتي دو سيونس الجديدة. المهم نخليكم و كنتمنى يعجبكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.